السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيش الفينو من أكثر المخبوزات إقبالا على الأفران، خصوصا في المدارس، واحنا داخلين على المدارس كل سنة وأنتم طيبين. هنعمله النهاردة إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة في البيت. هتعملوه ولما تجربوه إن شاء الله هيعجبكم، مش هتشتروه تاني من الأفران خالص. بمكونات موجودة في كل بيت، بلبن وزبادي، هنزود كمان الطعم بتاعه ونزود نكهته ونخليه أحسن من بتاع الأفران 100 مرة. تابعوا الفيديو للآخر وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش. علشان نعمل العيش الفينو ويطلع زي ما شفتوه معاكم كده بالظبط، هنحتاج كيلو من الدقيق. انا كل المخبوزات اللي عملتها معاكم قبل كده للمدارس استعملت كيلو من الدقيق، علشان خاطر لو ما عندكوش ميزان تشتروا كيلو من الدقيق من السوبر ماركت توزنوا الكيلو، وهتعملوا المقادير زي ما عملنا معاكم بالظبط. فكيلو الدقيق وزنته على الميزان عندي ونخلته نخلة كويسة، ده دقيق فاخر لجميع الأغراض أو المخبوزات، أهم حاجة يكون ليه عرق كويس وليه مطة كويسة. ضفت عليه معلقة صغيرة من الملح وقلبتها كويس. أما السوائل بقى عبارة عن 2 كوباية من اللبن بحرارة المطبخ، تقدر تستعملوا مية بس أنا عشان عاملينه في البيت فعايزين نزود النكهة بتاعته والطعم، وكمان عشان خاطر يكون مفيد للأولاد للمدارس. ضفت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية و3 معالق كبار من السكر الحبيبات عادي، انا كان عندي سكر بودر فاستعملته. وضفت عليهم كمان معلقه كبيره من الخل، طبعا احنا ما استعملناش اي محسن على الدقيق، فهنستعمل معلقه الخل كبديل للمحسن، يعني بيخلي العجينه طريه وهشه وحلوه معانا كده، وكمان بتساعد مع الخميره في التخمير. هنقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما السكر يدوب والخميره كمان تدوب. في انواع من الخميره بتدوب مع المواد الجافه، يعني ممكن ننزل عليها في مع الدقيق، وفي انواع خميره ما بتدوبش غير مع السوائل، فالافضل ان احنا ندوب الخميره مع السوائل احسن ما نضيفها مع الدقيق وتكون باينه كده محببه او مخرزه في الدقيق وما تدوبش معانا، فالافضل بيدوبوها مع المواد السائله. جبت العجان بتاعي وهنركب الكف بتاع العجن، وهننزل بالمواد الجافه الاول اللي هي الدقيق على الملح، هنقلبه تقليبه بس صغيره كده وبعدين ننزل عليه بالمواد السائله. كل المواد ان شاء الله هنكتبها لكم في صندوق الوصف بالتفصيل، واي اي تفصيلة عايز نقولها لكم او نشرحها لكم هنكتبها لكم في صندوق الوصف. هننزل بالمواد السائلة بحالها على المواد الجافة على اهدى سرعة كده الاول كده لحد ما كل المواد تختلط مع بعضها، وبعدين نعلي السرعة. طبعا تقدروا لو انتم ما عندكوش عجان تعملوه على ايديكم عادي، انا كنت الاول بنعجن كله معجنات على ايديا، بس من ساعة ما جبته بصراحة بقيت بنستعمله عشان بس ايه دراعي تعبني زي ما قلت لكم كده. اول ما نلاقي المواد السائله اختلطت مع المواد الجافه هنعلي السرعه بقى، ومش هنعجن فيه مش اقل من 10 دقائق، لو انت هتعجنه على ايديكم من 10 ل 12 دقيقه، لكن لو هتعجنه في العجان كده بياخد مثلا من 8 دقائق ل 10 دقائق لحد ما تلاقوا القوام انظبط معاكم. اخر حاجه هنضيفها على المكونات بتاعتي 2 كبار من الزبده، ممكن تستبدلوهم بزيت او ممكن تستبدلوهم كمان بسمنه لو انتوا ما عندكوش زبده يعني، بس الافضل في الطعم والنتيجه بيدينا طبعا القوام الحلو هي الزبده. هتلاقوا الاول كده العجينه بدات تفصل من بعضها او تكون متحتته كده من بعضها، ما تقلقوش مع العجين سواء كان على ايديكم او في العجان، هتبصوا تلاقوا العجينه اتلمت مع نفسها كده وكونت قوام ناعم وحلو واختلطت مع بعضها، يعني الزبده في الاول بتعمل العجينه كده، وبعد كده مع كتله العجن او الخلط هتلاقوا العجينه اتقومت لوحدها. شايفين بدات الزبده تختلط مع العجين، وكمان العجينه لمت روحها كده وبقت ايه كوره واحده كده. هنبتدي بقى نعجن فيها من الخطوه ديت مش اقل من 8 دقايق لحد ما نلاقي القوام ناعم خالص ومفيش اي زبده. اي زبده طبعا في الحواف بتاع العجين ده هنلمها دلوقتي مع العجين. هنا العجينة بتاعتي بقت ناعمة وبقت مظبوطة كده، دي أهم خطوة كمان في العيش الفينو علشان خاطر يطلع معانا هش وحلو. لازم العجينة تتعجن كويس زي ما قلتلكوا لو على ايديكم مش أقل من 10 دقايق، يعني من 10 دقايق ل 12 دقيقة، إنما في العجان عجنت فيها بس 8 دقايق وكانت مظبوطة معايا، عملت معايا مطة كده وعرق وكونت معايا اللي هو الجلوتين اللي بتاع الدقيق طلع، يعني العرق بتاع الدقيق طلع معايا ونعمت معايا كده واختلطت حلو. انا هنا بنجرب لكم الكاميرا علشان خاطر تشوفوا كمان العجينه ناعمه ازاي وقوامها مظبوط. اخدت معايا بس 2 كوباية من اللبن وكانت مظبوطه، يعني الكيلو الدقيق في اي معجنات تقريبا بتاعه المخبوزات الافران بالذات بياخد 2 كوباية من اللبن او 2 كوباية من الميه، في دقيق هيختلف شويه هياخد ربع كوبايه زياده،
لكن مش هياخد اقل من 2 كوباية دقيق، يعني بيختلف طبعا حسب نوع الدقيق، لكن الدقيق اللي انا مستعملاه دقيق فاخر هايل من اللي هي الشكاير الكبيره ديت، وزيه زي الاهرامات بالظبط، وزيه زي كمان اي اكياس من اللي هي تكون جاهزه مع يعني متعبيه جاهزه كده، كلوات جاهزه برضو نفس المقادير. ما ضفناش بيض، ما ضفناش لبن بودر، ولا ضفنا اي اضافات خارجيه، او تقدر اي ست بيت تضيفها موجوده في البيت، كلها مقاديرها موجوده في البيت بحل. حطيناها في بوله كده وضفنا عليها بس معلقه من الزيت، وركناها على الرخامه لحد ما حجمها اتضاعف. طبعا بيختلف نسبه التخمير او وقت التخمير حسب حراره الجو، لو احنا في الصيف بتاخد ساعه الا ربع بتكون مختمره زي ما انت شايفينها كده، اما في الشتاء بتعدي الساعه، على بال لما حجمها يتضاعف بتكون معديه الساعه. المهم هنغطيها كويس وهنسيبها لحد ما حجمها يتضاعف. بعد كده هنخرج منها الهواء وهنقطعها كور صغيره، حجم الكوره بقى زي ما انتوا عايزين حجم الرغيف بتاعكم. انا متهيألي اصلا الرغيفة اللي بتكون في الفرن حجمها 25 جرام او 30 جرام، مكتر خالص يعني، لكن احنا هنعملها في البيت حجمها حوالي 50 جرام ل60 جرام، مش ازيد من كده. هيطلع معانا الرغيف مظبوط، وهيطلع كمان حجمه كبير زي ما شفتوه في اول الفيديو كده، وكمان هنوريكم ان شاء الله في نهاية الفيديو. هنكوره كويس لحد لما نقفل عليه كويس، ويكون ملمس الكرة بتاعتي او قطعة العجين بتاعتي ناعمة من فوق كده ومتكوره كويس. هيعمل معانا طبعا كميه كبيره، الكيلو مش شويه يعني، بيعمل معاكم كميه كبيره، خصوصا كمان لو انتوا عايزين تصغروا الرغيف عن كده هيعمل معاكم كميه اكبر من كده. التشكيل بقى ده مهم، اول خطوه فيه مهمه قبل التخمير، يعني التشكيل بتاعه سهل برضو مش صعب. الاول بنمسك الكوره كده، وش الكوره اللي فوق اللي هو مش التكفيله هنخليه لتحت عشان خاطر وش الرغيف يكون ناعم معايا، ما فيهوش اي تعرجات او اي تموجات كده طالعه من العجين. وهنفرده على هيئه مستطيل زي ما انتم شايفين كده، بيتفرد بالايد عادي، بس العجينه ما كانتش لسه ارتاحت معايا زياده، فاستعملت النشابه بتاعتي. هنكبره بس لحد لما يكون مثلا مستطيل كده صغير، وبعد كده هنبتدي ندوره زي ما شفتوا معايا كده بالظبط. نلم الاول العجينه، وبعد كده نشوف القفل على بعضه ونحاول نقفله كويس، وكمان الجناب نحاول نلمها كويس. هنعمل معاكم كمان واحده واثنين لحد ما تعرفوا الطريقه بالظبط. ملمس العجين او ملمس الكوره اللي فوق هنخليه لتحت عشان هو ده هيكون وش الرغيف اللي فوق، وبالنشابه بتاعتي او بالبطاطه هنبططه كده المستطيل او شكل بيضاوي كده زي ما انتوا شايفين كده. مش هنخلي الشكل كبير زياده يعني كده، حجم مظبوط. وبعد كده هنلم اطراف العجين ونبتدي نبرمه كده زي الكحك بالظبط، وعند القفل هنبتدي نتوه القفل بالظبط عشان خاطر لما يتخمر معايا ويخش الفرن ما يفتحش معايا، ويكون القفل بتاعه مظبوط. ومن الجناب كمان هنحاول برضو نداري الجناب بحيث ان انا نقفل عليها ويكون اشبه ل الكحك بالظبط، اللي هو بيكون مفروض او للبوكسومات او للعيش الفينو، يعني يكون مدور كبير كده. كمان واحده برضو وش الكوره لتحت عشان ده هيكون وش الرغيف بتاعي، هنفرده بالنشابه او بايدينا، كل ما يخمر معانا ويرتاح هيتفرد بالايد عادي على هيئه مستطيل. هنبدا نمسك اطراف المستطيل بتاعتي ونبرمها كويس ونقفل عليها. البرمه ديت هي ديت قلب العجين او قلب الرغيف بتاعي، هو ده التشكيله او دي الهشاشه اللي بتيجي في قلب الرغيف الفينو من البرمه دي او من اللفه دي. اول ما نبتدي نوصل عند طرف العجين هنبدا نقفل كويس، مش هنستعمل في الفرد زيت ولا هنستعمل فيه اي حاجه، انا بس رشيت رش الدقيق في الاول، لكن العجينه معايا مظبوطه ما بتلزقش لا في الايد ولا في الرخامه ولا في اي حاجه، مقاديرها مظبوطه، عجينة مظبوطة 100%، تطلع معاكم ناجحة ان شاء الله، وهتعملوها في البيت مش هتشتروه تاني. هنجيب بقى الصاج بتاعنا، الصاج بتاعنا دهنينه رش فرشة بس من الزيت عشان ملزقش معانا، ويكون سهل في التسليك او في المطلع بعد ما يستوي. هنرصه بقى كده ونحاول نسيب وسع بينه او مساحة كده بين الرغيف عشان لسه هيختمر طبعا، وحجمه هيتضاعف اكتر من كده الضعفين. هنعمل معاكم كمان واحده برضو عشان خاطر تتاكدوا من التشكيل نفسه، عشان دي اهم خطوه. عملناه على هيئه مثلث، مسكنا طرف المثلث وبدانا نلف فيه ونبرم، ده لان ده قلب الرغيف ودي الهشاشه اللي بتيجي من الرغيف من البرمه دي.
طرف العجين برضو والاطراف بتاعه الرغيف هنحاول نتوهها كده عشان خاطر ما تكونش بعد التشكيل واضحه. وهنديله برمه كده عشان ناكد بس على التكفيله بتاعته عشان ما تطلعش معايا بعد التخمير واثناء الخبز في الفرن. هنا بعد ما شكلناهم كلك طبعا بيتخبزوا كلك في السجان ما بينتجلوش، يعني الصاج اللي هنخبز فيه هو اللي هنشكل فيه وهنسيبه بقى يختمر لحد ما حجمه يتضاعف. برضو التخميره التانية دي حسب حراره الجو، لو الجو حر هيختمر معاكم بسرعه مش هياخد نص ساعه، لو الجو بارد هياخد من ساعه لربع لحد ساعه لحد ما حجمه يتضاعف زي ما انت شايفينه كده. وبعدين قبل ما ندخله الفرن هنديله فرشه بس من اللبن كده، ممكن تدوه فرشه من الزيت او بخاخه كده من الزيت، وممكن صفار بيضه مع لبن، وممكن لبن زي ما احنا عاملين كده، وممكن لو انتم مش عايزين لونه يكون احمر وحلو زي اللي شفتوه في اول الفيديو ما تدلوش اي رشه او اي دهان، ممكن تدخلوه الفرن كده على طول. بس اللبن بيديله طعم حلو وبيديله ريحه حلوه كمان اثناء الخبز وبيديله لون موحد من كل الاتجاهات. لازم اثناء ما بنحطه في الصاج يكون بينه مساحه بين كل رغيف مساحه عشان خاطر ما يلزقش في بعضه، وعشان خاطر نديله مساحه ان هو يختمر وحجمه يتضاعف. مجرد بس فرشه بسيطه كده من اللبن، اللبن ده معلوش اي اضافات. هندخل الفرن بقى في الرف اللي في النص على درجه حراره 200، درجة الحرارة بتكون يعني اعلى من الوسط بدرجتين، ما بتكونش وسط عشان خاطر ده مخبوزات درجة حرارتها بتكون عالية شوية، وما بتكونش عالية زيادة اللي هي تكون اعلى درجة في الفرن، يعني درجة حرارة متوسطة كده او فوق المتوسط بدرجة او اتنين. وهنحطه في الرف اللي في النص، انا هنا بنخبز في فرن كهرباء، فلو الفرن العادي في درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص برضه بياخد معايا من 12 دقيقة لربع ساعة حسب حرارة الفرن، وبيطلع معايا بالشكل اللي انت شايفينه ده. اول ما يطلع بقى من الفرن هنديله بخه من الميه او فرشه من اللبن زي ما اديناها في الاول كده عشان خاطر يطلع معاكوا طاري نفس اللي انتوا شايفينه ده بالظبط، ويطلع احسن من بتاع الافران كمان. الصاج الاخير ده انا كنت مدياه فرشه من اللبن وكان كمان لسه ما شربش الفرشه اللي اديتها له، فشايفين ان اللبن لسه موجود عليه. هنديله فرشه من اللبن وهنغطيه على طول، هيطرى ويبقى حلو كده وما يطلعش من الصاج غير لما يبرد خالص، يعني مش هنحاول نطلعه من الصاج غير لما يهدى خالص، لان لو طلعناه وهو لسه ساخن هتلاقوه الجعر بتاع الرغيف كده لزج في الصاج وما طلعش معاكم بسهوله. شايفين ما شاء الله كل الجديد عامل معايا كميه كبيره، كمان الطعم حلو والريحه احلى كمان، وكانت جلده الزيت ده ساعه بقى ما اجي نطلعهم من السجاد زي ما بتشوفوا هتلاقيه بيضرب خالص، وساعه ما تطلعوه باي بس بشكل كده او معلقه مثلا زي ما شايفينها دي او مخصوصه، مجرد بس ما هنضغط على الصاج نفسه مش هنضغط على الرغيف هيطلع معانا الرغيف بكل سهولة. احنا ده بالأساس مشكلناه، هنا الصاج بتاعنا فرشة من الرغيف، وكمان الرغيف بتاعنا كان بيتساب كويس بعد ما طلع من الخبز، يعني ما طلعناش وهو كده زي ما تشوفين البسكة السجان بيضية، يعني السجان بردي، فهنطلعه بكل سهولة كده. عملنا كمية كبيرة من العيش الكيلو، وأتمنى يكون عجبكم الفيديو إن شاء الله. والرغيف بتاعنا موجودة في البيت، لما تيجي بقى تفتحوه بيه اسهل في فتحها يا اما بسكينه مفتحه يا اما بمغص، لكن لو كنت بتفتحوه بسكينه عاديه هيكون صعب لان الهش بيخش من جوه كده وطري، فالسكينه العاديه مش هتشتغل معاكم يا اما بمغص يا اما بسكينه مفتحه. زي ما انتم شايفين هش بيخش من جوه، كمان العجينه سخنه خالص ان شاء الله هتجربوها تاني. لايك بقى للفيديو لو عجبكم الفيديو، واشتركوا في قناتي، شوفوا مع الخير مع السلامه.